تحت مبررات عديدة كقتال القاعدة وحماية المنشآت النفطية المهمة، تتمدد قوات النخبة الشبوانية المدعومة من الإمارات في محافظة شبوة. توسع لا يحمل معه فقط تقويضا كاملا لصلاحية السلطة المحلية في المحافظة الموالية للرئيس هادي، بل يتعداه إلى فرض السيطرة الكاملة على حقول النفط والغاز في المحافظة. سيطرة تسعى من خلالها الإمارات عن طريق وكلائها في النخبة الشبوانية إلى التحكم بحقول الغاز في منشأة بلحاف التي باتت منطقة عسكرية يديرها ضباط إماراتيون. تجلى ذلك من خلال إنشائها لمعسكر رئيسي يقع بالقرب من الميناء. وعلى نحو مغاير يناقض كل الأهداف التي جاء من أجلها التحالف العربي، تسعى الإمارات إلى بناء ميليشيات موالية لها من أبناء القبائل، وهو هدف تسعى من خلاله إلى تقويض سلطة الحكومة الشرعية في المحافظة. عزز من هذا التوجه منع قوات النخبة الشبوانية لوزير الناقل صالح الجبواني من الدخول إلى منطقة بلحاف لوضع حجر الأساس لمشروع ميناء قنا في المنطقة. وبينما تدعي الإمارات محاربة الإرهاب متمثلا في تنظيم القاعدة في البلاد، كشف تقرير سابق لفريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الدولية عن أن الدور الذي تمارسه الإمارات ساهم في انتشار تنظيم القاعدة في البلاد. وأمام هذا العبث الذي تعيشه المحافظة، يبقى الوصول إلى وضع يضمن استقرارها بعيدا في ظل رغبة إماراتية جامحة في الاستمرار بالتحكم بمقدرات المحافظة المليئة بالنفط والغاز.